السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعات ومتابعين قناة الجرائد. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو، أول حاجة دونك فيه جوج ديال الأجزاء. الجزء الأول هو أننا نفضل الغبار على بعض الأخبار المزيفة، بعض الأخبار الغير الحقيقية، الأخبار اللي كتغلط الرأي العام واللي كتشوش على الذهنية ديال التلميذ. وكذلك في الجزء الثاني غنحاولوا ما أمكن نشوفوا شنو الاحتمالات الممكنة ديال استكمال السنه الدراسيه. واش غيكونوا امتحانات ولا ما يكونوش، واش هتكون سنه بيضاء ولا ما تكون سنه بيضاء، واش هينجحوا كل شيء ولا ما ينجحوش كل شيء. دونك تبعوا معنا الفيديو باش اننا نفهموا هذا الشيء ده كامل باذن الله. الوغ بالنسبه للاخبار المزيفه، دونك هناك خبران اللي راجعوا بواحد الشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وطرحوا تساؤلات كثيره عند التلاميذ، واش هادشي بصح ولا ماشي بصح. الوغ دائما كنقول لكم اعزائي التلاميذ، بالخصوص حتى الاباء، وجهوا ولادكم، الله يرضي عليكم، وجهوا ولادكم انهم يبقاو يقلبوا الاخبار من المصادر ديالها الرسميه. المصادر الرسميه ديال الوزاره ديال التعليم باينه، دونك سي با لابين ديال انني نبقى نصدق اي خبر خرج في وسيله التواصل الاجتماعي، ولا خرجت واحد الجريده الكترونيه او موقع الكتروني باغي يطلع عدد المشاهدات على حساب الالام ومعاناة ديال التلاميذ وديال الآباء. حشومة وحشومة وعيب على هاد المنابر بين قوسين الإعلامية. ألوغ بالنسبة للخبر المزيف الأول اللي كيقول عاجل، دونك فما تسمى عاجل عرف راه باغي يطلع مشاهداته فقط. عاجل، علاش هاد عاجل؟ دونك باين علاش؟ دونك أمزازية أمر بنصر الخيام وتقسيم الطلبة وتوفير معقمات استعدادا لإجراء الامتحانات. ألوغ هاد الخبر هذا تسألوا لي بزاف التلاميذ، الخبر ماشي صحيح، يعني بشكل رسمي تم نفيه ببيان حقيقة من وزارة ديال التعليم، بيان الحقيقة اللي نفى هاد الشيء هذا كامل. وهذا البيان راه تلقاوه في الصفحة الرسمية ديال وزير ديال التعليم سعيد أمزازي. دونك كاين فيه نفيا قاطعا هذا الخبر، وكذلك كيقول أنه تقدم الوزارة هذا التوضيح فإنها تجدد الدعوة إلى ضرورة تحري الدقة دقق والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة. دونك ديروا اتونسيون للاخبار الزائفه والتي تعرض مروجيها للمساءله القانونيه. نتمنى انه يكون شي اكزومبل، نتمنى انه يكون شي اكزومبل خصوصا من الناس اللي كيديروا اخبار زائفه فيما يتعلق بقضيه التعليم. حقاش قضيه التعليم ما فيهاش اللعب، قضيه التعليم حنا كنشوفوا فيها الامل ديالنا كاملين، الامل ديال الوطن، الامل ديال الافراد، الامل ديال العائلات، ديال الاباء، ديال الامهات. كلشي كيشوف الامل في التعليم، هي الوسيله الوحيده ديال الترقي المجتمعي، هي الوسيلة الأساسية ديال التطور وازدهار ديال المجتمع كامل. ألوغ ما بقاش نلعبوا بهذه القضية، هذه القضية هذه بالخصوص. ألوغ الخبر الثاني اللي هو كذلك زائف هو قصة يوم السبت. ما هي قصة يوم السبت؟ شي واحد طلع شي خبر قال لك نهار السبت وزير ديال التعليم غيدير شي حاجة، غيدير شي لقاء صحفي، يعني الفعل المصير ديال السنة الدراسية. سميه الو هذا الخبر صدقوه الكثيرين، وداك يقول لك حنا ننتظر يوم السبت، ننتظر يوم السبت، ننتظر يوم السبت. اش كتنتظر في يوم السبت؟ ماذا تنتظر من يوم السبت؟ دوك واش هذا الخبر قالو وزير التعليم؟ واش هذا الخبر سمعتيه في التلفاز بشكل رسمي؟ واش هذا الخبر سمعتيه في بيان ديال وزاره ديال التعليم؟ الو انتوما كذلك من تقال واحد الخبر، حاولوا ما امكن انكم حاولوا انكم تقلبوا وتدقوا في هذا الخبر واش صحيح ولا ماشي صحيح. ومسألة باش تدقق واش الخبر واش صحيح ولا ماشي صحيح، مسألة سهلة جدا. علاش؟ كيفاش؟ هو أنك شفتي شي خبر تخسر واحد جوج دقايق، غتمشي للموقع الرسمي ديال وزارة التربية الوطنية، غتدخل تشوف المستجدات، إذا كان تما راه خبر صحيح، ما كانش تما خبر ماشي صحيح. دونك مسألة سهلة بدون ما أنك تبقى دير الشوشرة دماغك، راه ما كديرش الشوشرة لشي واحد آخر، كدير الشوشرة عند الدماغ ديالك، وبالتالي كتأثر على نفسك نفسيا، وما كتبقاش متبع الدروس ديالك ومتبع البروغرام ديالك كما يجب. الوغ المساله الثانيه ولا الجزء الثاني، الفيدرالي الوطني المغربي لجمعيه اباء وامهات واولياء التلاميذ، دونك خرجت بواحد مذكره، دونك مذكره رسلتها الوزاره ديال التعليم. دونك هي اقترحت واحد الرؤيه ديال كيفاش ممكن اننا نستأنفو يعني البروغرام، نستأنفو البرنامج الدراسي ديال هذه السنه، وعطات جوج احتمالات. قالت في حال استئناف الدراسه يوم الثلاثاء 26 ماي 2020، يعني غيترفع الحجر الصحي، دونك شنو غنديرو. وفي حال عدم استئناف الدراسه يوم الثلاثاء 26 ماي 2020، يعني الحجر غيبقى، شنو غنديرو. هذه مقترحات رفعتها الوزاره. لاحظوا مزيان،
دونك كاين هذا الشيء ديال الفيدراليه الوطنيه المغربيه، جمعيه اباء وامهات واولياء التلاميذ، عطات واحد الرؤيه، عطات واحد التصور ورسلته للوزاره. كنا شفنا قبل ان اوتوريتي التخطيط التربوي، اوتوريتي التخطيط التربوي دارت واحد التصور كذلك ورسلته للوزاره، رغم ان هادو ماشي رسميين، يعني هما فقط مقترحات، ولكن كل على يقين ان الوزاره تاخذ بعين الاعتبار هذه الاقتراحات هذه من اجل انها دير واحد التصور اللي يكون رسمي ديال كيفاش ممكن ان ننهيو هذه السنه الدراسيه. الوغ لا هذه الفيدراليه الوطنيه المغربيه ولا هذه المذكره اللي دارتها الفيدراليه الوطنيه المغربيه لجمعيه اباء وامهات واولياء التلاميذ، ولا التصور اللي كان درتو التصور اللي كان درتو الاطر التخطيط، بجوجهم احنا ما كناخذوش به، فقط كننتظروا حتى يخرج قرار رسمي من الوزاره المعنيه اللي هي وزاره التعليم. الوغ سي بيان، ولكن بالنسبه لوزاره التعليم واش هي معدي هذه الرؤيه الاستراتيجيه؟ لحقاش كتهم هذه الرؤيه الاستراتيجيه، كتهم الوطن ككل، كتهم المجتمع ككل، ما كتهمش فقط على التلاميذ. بالتالي فانها ضروري انها تقوم باشراك مجموعه من الفاعلين، منهم هذه الجمعيه ديال الاباء وامهات واولياء التلاميذ. اذا هما حطوا المذكره ديالهم، حطوا الرؤيه ديالهم، حطوا التصور ديالهم والاقتراح ديالهم، الناس اللي مكلفين بالتخطيط كذلك، الجمعيه اللي مكلفه بديك التخطيط فهي حطت الرؤيه ديالها، استشروا مع اساتذه واستشروا مع كذلك الناس اللي كتربطهم، واستشروا مع النقابات كذلك الى اخره. دونك باش يحطوا هذه الرؤيه، يعني الرؤيه ماشي اجي وحطها سي بون. ولكن بالنسبه لكم نتوما كتلاميذ خصكم تعرفوا هو ان هذا المقترحات اللي تعطات الوزاره، ولا التصريحات ديال وزير ديال التعليم، ولا البلاغات والبيانات اللي خرجت بهم الوزاره كامله كتاكد على جوج حوايج. الحاجه الاولى دوك هادو كاملين مشتركين في جوج حوايج، انتبهوا ليها مزيان، خصك شويه ديال التحليل وتفهم. دوك مشتركين في جوج حوايج، شنو هما جوج حوايج؟ هما اولا السنه بيضاء ما كايناش، دونك ادير عليها كروه حمراء وتحطها في الجنب. ثاني حاجه هو ان الامتحانات الاشهاديه لا غنى عنها. دوك ملي كنديروا مقارنه، دوك القاسم المشترك ما بين هاد الرؤيه، ما بين هاد التصورات والتصريحات ديال الوزير والبلاغات ديال الوزاره، ديال ان الامتحانات الاشهاديه لا غنى عنها. شنو كنقصدوا بالامتحانات الاشهاديه؟ الامتحانات ديال السادس ابتدائي، امتحانات ديال الثالثه اعدادي، امتحانات ديال البكالوريا. دونك كيبقى النقاش دابا فقط اللي يناقشوا فيه هو واش بالنسبه للاقسام الاخرى واش غيدوزو امتحانات، واش غيدوزو فروض، واش غنكتفيو بالفروض ديال الدوره الاولى، واش غننجحوهم كاملين. دونك هذا فقط، هادشي هذا كامل مازال غيتناقش ومازال غيتحسب، ولكن بالنسبه لكم اللي خصكم تكونوا متاكدين منه الحدود الان هو ان الامتحان الاشهاديه غيكونوا ضروري. الطريقه كيفاش غيكونوا، النسبه، الطريقه كيفاش غيكونوا، شنو هما المواد اللي غتمتحن فيهم، واش غيديروا التمديد ديال الامتحانات ولا ما يديروش التمديد ديال الامتحان، واش غيديروا لكم الدعم والتقويه، يعني من بعد رفع الحجر يجلسوكم واحد الشهر كيقريو فيكم ويعلموكم مزيان داكشي، هذا داكشي اللي فاتكم، واش غيكتب فيه فقط بدروس اللي كانت الى حدود 14 مارس او الى اخره. دونك هذه كامل امور تناقش، ولكن الاساسي كاين هاد جوج خلاصات اللي مهمين، هو ان السنه البيضاء ما كايناش والامتحانات الاشهاديه كاينه. دونك المعلومه ديال الامتحان الاشهادي انها كاينه كتخليك ضروري انك تستمر في الدراسه، تستمر في التعلم، تستمر في القرايه ديالك، تستمر في الاستعداد. قرا من اجل القرايه اولا، ماشي من اجل شي حاجه اخرى. اولا خصك تقرا من اجل انك تتعلم. بيان سور كنحط قدام عيني انني امتحان غادي ندوزو ونجح فيه ونضرب فيه لي نوط مزيانين بطبيعه الحال، ولكن خص يكون عندي ديك الهاجس حتى هو ديال انني ادرس لكي اتعلم، انني باش نكتسب تقنيات ومهارات جديده ومعلومات جديده ومفاهيم جديده باش ننمي الشخصيه ديالي تكون قويه. نحن ندرس لنتعلم، وان تعلمنا سننجح، ليس فقط في الامتحان بل ايضا في الحياه. دونك التعلم راه الهدف ديالو ماشي النجاح في الامتحان فقط، هو النجاح في الحياه. داكوغ، يعني اون جينيرال خصني نتعلم حوايج جداد، كنتعلم كنكتسب مهارات جديده سي بيان. الوغ هاد الشيء هذا غينفعني في السنوات المقبله. وتصور معايا حتى انت نجحتي وانت ما معلمش، قريتي باش تنجح،
كاين اللي كيقرا وكينقل وكيطلع له الزهر وكينجح، هو ما قاري والو كيطلع له الزهر وكينجح مزيان واخا. ايوا والسنوات المقبله شنو غدير؟ غتبقى ديما يطلع لك الزهر، غتبقى ديما انك تفتح لك الامكانيه انك تنقل. ديروا اتونسيون دونك، لا اذا ممكن انك تحصل يعني تدوز الثالثه اعدادي وتنجح، وفي الليسي في المرحله ديال الليسي اللي كتكون اصعب تحصل فيها. علاش؟ حيت طالع خاوي، ما طالع ما معلمش، طالع ما داكو. هادشي اللي بغيت نقصدكم، يعني حطوا في بالكم نحن ندرس لنتعلم، وان تعلمنا سننجح ليس فقط في الامتحان بل ايضا في الحياه. وشكرا على الانتباه ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.